سورة العلق مكية من مقاصد السورة الإنسان بين هدايته بالوحي وضلاله بالاستكبار والجهل التفسير اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة اقرأ وربك الأكرم اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم فهو كثير الجود والإحسان الذي علم بالقلم الذي علم الخط والكتابة تم علم الإنسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يكن يعلمه. كلا إن الإنسان ليطغى. حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله. (أن رآه استغنى) لأجل أن رآه استغنى بما لديه من الجاه والمال. إن إلى ربك الرجعا إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة فيجازي كلا بما يستحقه أرأيت الذي ينهى أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إذ صلى عند الكعبة أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه. أو أمر بالتقوى. أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أينهى من كان هذا شأنه؟ أرأيت إن كذب وتولى. ارايت ان كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول واعرض عنه الا يخشى الله الم يعلم بان الله يرى الم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاه ان الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصيه ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف ناصية كاذبة خاطئة صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل فليدع نادية فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه يستعين بهم لينقذوه من العذاب سندع الزبانية سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر كلا لا تطعه واسجد واقترب ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء فلا تطعه في امر ولا نهي واسجد لله واقترب منه بالطاعات فانها تقرب اليه